السلام عليكم اخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفة اليوم ان شاء الله غادي نصيبوا واحد الغريبه اللي برقائق اللوز. بطبيعه الحال الغريبه اللي غنيه عن التعريف، يعني كنا كنديروها من زمان. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. اذا اول حاجه اخواتي غادي نديروها، فاحنا كناخدو هنايا اللوز ديالنا، غادي نرقدوه في الماء اللي يكون طيب مزيان، وغادي نخليه واحد المده ديال 10 دقائق او لا اكثر. انا خليته يعني واحد المده طويله، تقريبا 15 دقيقه، بما رطب لكم اللوز ديالكم مزيان باش كيسهل لكم في التقشار ديالو. هنا اخواتي يعني الطريقه جد سهله باش تقشروا اللوز ديالكم. فانتوما كتاخذوا اللوز وكتاخذوا واحد الزيف اللي يكون نقي، كتوضعوا فيه اللوز ديالكم، وبحال لا كتبداو تفركوا فيه يعني مع يديكم بهذه الطريقه هذه، وكيبداو يتحلوا بشكل سهل ودغيا دغيا، يعني كتكملوا التقشار، ما كياخدش لكم وقت طويل، يعني العمليه كتاخد لكم 5 دقائق او الاقل. بطبيعة الحال كتخليوه كتوضعوه على واحد الزيف اللي يكون نقي، وتخليوه ليلة كاملة باش كينشف من داك الماء مزيان. اذا بالنسبة للمقادير هنايا، فاحنا غادي نحتاجو 500 غرام ديال هاد اللوز اللي نقيناه من قبل. غادي تحتاجو الخميرة الكيميائية او البيكنج باودر، غادي تحتاجو فقط 5 غرام، يعني الساشي كتكون فيها في المغرب 7 غرام. ثم غادي ديرو يعني غتخليو فيها واحد شوية، ما ديروهاش كاملة. غتحتاجو المسكة الحرة، معلقة ديال الزبدة، قشور ديال الحامض، 3 ديال البيضات، وغادي تحتاجو 200 غرام ديال السكر ثقيل، لي زاموند ايفيلي. وبالنسبة لهاد البيضات البنات، فاحنا غادي نحتاجو 2 بيضات كاملين واصفر بيضة، والبيض البيض غنحتفظو به للاخير باش غادي نزوقو، هو اللي غادي نزوقو به باش غنفندو فيه دوك الغريبات باش نزوقو باللوز. اذا هنايا غادي نوضع اللوز في واحد الطحانه كهربائيه، غادي نحاول نطحنها مزيان حتى كيتشكل لنا يعني على شكل بودره، اولا تحسوا شويه بلي هذاك اللوز بدا كيطلق هذيك الزيت ديالو. وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل اللوز ديالي كامل. وهنا كيف ما كتلاحظوا هنايا، من بعد ما طحنت اللوز، هانتوما ملي كتشكلوا واحد القبضه يعني ديال اللوز في يديكم، راه كتجمع لكم يعني راه طحنات مزيان. غادي نضيف سكر ثقيل، ومن بعد غادي نضيف باقي المكونات. مهم خليكم معايا باش نتلاقاو من بعد باش نشوفوا الغريبه ملي كطيب.
هنا اخواتي بديت كنشكل كويرات. انا هنا صراحه واخا جاوني شي شويه كبارين، حاولوا ديروا كويرات اللي هما صغارين حيت كيزيدوا يتنفخوا في الفران، ومن بعد كتوضعوهم على صفيحه الفرن وكتدخلوهم للنار تكون متوسطه 150 درجه كافيه، وخلوهم يطيبوا على خاطرهم. راه كيبداو يتشقوا شي شويه، راه ماشي مشكل. من بعد اخواتي من بعد ما خرجتهم هنايا تحمروا ليا، خديت العسل اللي سخنته من قبل وبديت كندهن به هاد الغريبات. يمكن لكم تستعملوا الناباج حتى هو يعني كي مزيان. كنتمنى تكون وصفه اليوم نالت اعجابكم، وما تنساوش ديروا جيم لهاد لا فيديو. بالنسبه للناس اللي جداد ما تنساوش ديروا سبسكرايب او اشتراك. وإلى اللقاء أخواتي في فيديو آخر إن شاء الله، وعواشركم مبروكة بكل ما كتمناه إن شاء الله يا ربي، وبتحقيق جميع المتمنيات، والله يرفع علينا هذا الوباء في القريب إن شاء الله يا ربي. والسلام عليكم.